السلام عليكم تلاميذ سنة أولى بكالوريا علوم رياضية، ومع التمرين الرابع من السلسلة الثالثة اللي هي عبارة عن فرض، يعني استعدادا للفرض المحروس. إذا مونتخي كو كيلكو سوا أي بي أبارتنو أر كاري، أ كاري بلس بي كاري سوبيريو إيكال أن دومي فاكتور دو أ بلس بي لوتو كاري. قلنا بأن هاد لا كيستيون هادي غير يمكن نخدموها باغي إيكيفالونس سوكسيسيف، يعني بتكافؤات متتالية. يعني مثلا نعتبروا أن أ و بي من أر، إذا سوا A et B de réel. يعني هما عددان حقيقيان. A مربع زائد B مربع supérieur égal à 1 demi A plus B le tout au carré. هذا يكافئ. يمكن لنا نضربه هنا في اثنان، تولي اثنان A au carré plus اثنان B au carré supérieur à A plus B le tout au carré. تكافئ. يمكن لنا نشرو هذا الطرف الثاني، تولي عندنا اثنان A au carré plus 2b au carré supérieur ou égal à os 2 زائد 2ab زائد b os 2. بما ان هذا الطرف الاول كبر من الطرف الثاني، اذا فالفرق موجب، يعني 2 a os 2 زائد 2 b os 2 ناقص a مربع ناقص 2 ab ناقص b مربع اكبر من صفر. يعني جبنا هذه الاطراف الثلاث الى الطرف الاول، نغير اشاره الحدود. اذا ايكيفالون a 2 a او كاري ناقص a او كاري تعطينا a او كاري، جوج بي او كاري ناقص بي او كاري كتعطينا بلوس بي او كاري، وفي الاخير بقات عندنا ناقص جوج ا بي. طبعا هذا الاخر حد او اخر طرف عفوا اخر مرحله، تبين بان هذه عباره عن متطابقه هامه، واللي هي ا ناقص بي الكل اس 2. كلنا متفقون على انه مهما كان اكس من ار فان اكس مربع فهو عدد موجب، يعني ان المربع دائما يكون موجبا. وبالتالي بما ان هذه صحيحه، اذا فان العباره الاولى ايضا صحيحه. اذا دونك كيلكو سوا خلاصه، كيلكو سوا او بي من ار كاري ا كاري بلس بي كاري سوبيريو ايغال ا حسب السؤال اللي عندنا ان دومي أ زائد ب الكل سي 2. ننطلق الآن ونحل السؤال. السؤال الثاني يقول: ثانيا ألف ليكن إكس وإيكغراك عددان حقيقيان موجبان قطعا بحيث إكس زائد إيكغراك يساوي 1، بين أن إكس زائد إيكغراك أكبر أو تساوي 2 جذر إكس إيكغراك. نفس الشيء سنتبع يعني البرهان بالتكافؤات المتتالية par équivalence successive. Et donc, on a x plus y supérieur à 2 racine xy. C'est ce qui fait bien x plus y moins 2 racine xy est plus grand que 0. كنعرفوا بان اكس موجب قطعا واي موجب قطعا، اذا بالتالي يمكن نلبسوا واحد الجذر هنايا ونديروا جذر اكس الكل اس 2، نفس الشيء هنا جذر اي الكل اس 2 هنا ناقص، وهذا جذر اكس اي يمكن نفرقها هي جذر اكس في جذر اي اكبر او تساوي صفر. يتضح الان على ان هذه العباره الاخيره عباره عن متطابقه هامه، واللي هي جذر اكس ناقص جذر اي الكل اس 2 اكبر من صفر. هذه العباره الاخيره هي عباره صحيحه، اذا فالعباره الاولى صحيحه. دونك هذه دائما جوج بوتيتا، دونك كيلكو سوا اكس كيلكو سوا اكس اي ابارتونون ا ار ايتوال بلس x plus y supérieur ou égal à 2 racine xy. طيب الان ننتقل الى السؤال الثاني، واللي هو ديدوير لا دائما في السؤال الاول عفوا ديدوير كو 1 سور x y est supérieur ou égal à 4. تنعرفوا بان x plus y كيساوي 1، دونك دو ماذا نستنتج بالنسبه لهذه العلاقه نسميها انايا ايطوال. اذا ايطوال ماذا تصبح؟ devient 1 supérieur à 2 racine xy. Donc, tout à fait, on a le مربع اللي هو 1 اكبر او يساوي 4 xy. Tout à fait, بان xy راه صغر من 1 sur 4 او 1 sur 4، يعني هذه وي سي سا inférieur ou égal à 1 sur 4. يعني إذن هنا x و y عددان موجبان، إذن ملي غنديرو المقلوب تولي 1 على x y أكبر أو تساوي مقلوب ديال 1 على 4 واللي هو 4. إذن بالتالي بينا هاد لابارتي من هاد لاكيستيون. السؤال
رقم بي بوتي بي قال لك مونتري كو اكس بلس 1 سور اكس او كاري بلس واي بلس 1 سور اي او كاري سوبر او ايغال ا 2 فاكتور دو 1 بلس 1 سور اكس واي. اذا السؤال الثاني اللي هو بوتي بي مونتري كو اكس بلس 1 سور اكس او كاري بلس واي بلس 1 سور واي او كاري اكبر من او يساوي 2 فاكتور دو 1 بلس 1 سور اكس واي. غنشوفوا كيفاش يمكن لينا هنايا نبسطوا هذا التعبير هذا. هنا عندنا متطابقه هامه. طيب اذا عندنا اكس واي فيمكن لنا نبينوا هذه باستعمال الفرق، يعني انه موجب او اننا مثلا نمشيو بتكافؤات متتاليه الى اخره، ولكن سوف يعني اكتفي بهذه الطريقه هذه، يعني سوف انشر هذا الطرف الاول. اذا عندنا اكس بلس 1 سور اكس باردون بلس 1 سور اكس لو تو او كاري، فهذه كتساوي اكس مربع زائد 1 على اكس مربع زائد 2 في اكس في 1 على اكس، يعني تصبح النتيجة هي 2 زائد اكس مربع زائد 1 على اكس مربع. دو ميم بنفس الطريقة ايغريك بلس 1 سور ايغريك لو تو او كاري غتعطينا ايغريك مربع زائد 1 على ايغريك مربع زائد 2. إذا عندما نضيف يعني الطرفين إلى بعضهم البعض تصبح لدينا x plus 1 sur x le tout au carré plus 1 sur y plus y le tout au carré كتساوي 2 donc c'est x carré plus y carré plus 1 sur x carré plus 1 sur y carré plus 4. إذا لاحظوا بأن x مربع زائد y مربع فهو يعني حسب السؤال اللي قبل هو أكبر من ماذا؟ أكبر من 1 سور 2 x بلس y لو تو كاري. دونك إذا هذه راها أكبر من 1 دومي x بلس y لو تو كاري بلس وغنضيفوا هنايا طبعا 1 سور x كاري بلس 1 سور y كاري بلس 4. إذا تصبح أكبر من أو تساوي. لاحظوا حنايا النتيجة اللي بغينا نوصلوا ليها أنها تكون أكبر من 1 زائد 1 على x y. إذا سنحاول يعني هنا النشر، تصبح لدينا 1 سور دونك سي x كاري سور 2 بلس y كاري سور 2 بلس 2 فوا x y يعني بلس 4 x y بلس 1 sur x carré plus 1 sur y carré plus 4. إذا تيتضح لنا أنه يمكن لنا هنايا إذا ومنه فإن يعني سأستعمل هنا برهان بالتكافؤات المتتالية. إذا x plus 1 sur x le tout au carré plus y plus 1 sur y le tout au carré أكبر من أو تساوي 2 عامل لواحد زائد واحد على x y ستكافئ بأن x مربع زائد y مربع زائد واحد على x مربع زائد واحد على y مربع زائد 4 أكبر أو تساوي 2 زائد 2 على x y. طيب إذا هذا التعبير يكافئ. سوف يعني أقوم ب يعني حساب الفرق وهو سيكون موجب. إذا x مربع زائد y مربع زائد 1 على x مربع زائد 1 على y مربع زائد 4 ناقص 2 ناقص 2 على x y أكبر أو يساوي 0. إذا هنا يعني تكافئ. لاحظوا بأن هذا التعبير هذا ثلاثة ديال الحدود كيعطيوني متطابقة هامة. ثلاثة الحدود تعطيوني متطابقة هامة فوالا. إذا تعطيني 1 على x الكل مربع زائد 1 على y الكل مربع ناقص 2 1 على x في 1 على y ثم زائد وهنا هاد ثلاثة الحدود عطيونا تاهما. إذا x مربع زائد y مربع زائد 2 أكبر أو تساوي 0. إذا تكافئ هاد التعبير اللي هو 1 على x ناقص 1 على y الكل مربع فهو عدد موجب، ونضيف له مربع x عدد موجب مربع y عدد موجب زائد 2 عدد موجب. إذا هذه العبارة الأخيرة فهي عبارة صحيحة. إذا سي اون بروبوزيسيون فغي، وبالتالي فإن الأولى صحيحة، دونك هذه راها فغي.
دونك سو كيف علي ديمونتري. إذا نكون بذلك قد يعني برهننا على سؤال ثانيا ب. نمر الآن إلى السؤال